فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. نبدأ بالتلمذي. نعم، رضي الله عنك يا طلبة العلم، يا رب يجعل ذلك من ميزان حسناتك وأحسن الله إليك. عندنا باب ما جاء في أين تعتد المتوفى عنها زوجها، يعني أين تكون. زادكم الله حرصا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أجعل ذلك خلاص الوجه الله الكريم، ولا يمكن فينا أحدا ولا منا أحدا ولا من هذه الدعوة أحد، يعني له مآرب ومآرب يريد أن يضع يده ويوقف مدا الله تعالى يمده، لكن هيهات هيهات، الله جل في علاه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها. روى كعب ابن عجرة أن فريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا هربوا منه، يعني حتى إذا جاء كان بطرف القدوم لحقاهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد نداني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. قالت: أحمد، كيف أخبارك يا أستاذ أحمد علي؟ أرجو أن تكون بخير. قالت: حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد نداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي، فنديت له، فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال: امكثي. قال: امكثي في بيتك، يعني البيت الذي جاء فيه خبر زوجك. عليكم السلام ورحمة الله. امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. نعم. قال المصنف: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وبهذا يكون بإذن الله ختام كتاب اللعان. ينتقل المصنف إلى البيوع، ويعني طالبة العلم ما شاء الله بشرايتها كثير في كتاب الترمذي، فما أدري البيوع أيضا موجودة ولا هناك من قتلني وهو مش موجود. فنستبشر خيرا وننظر بشرايات طالبة العلم ماذا ستقول في كتاب البيوع بالذات في هذا الباب، لأنه هذا آخر حديث في باب اللعان. قال: والعمل على هذا عند الحمد لله والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها. وقال أبو عيسى: والقول الأول هو الأصح. هذا كلام قوي في هذا الباب، جزاه الله خيرا. حقيقة ما أنقى سريرتك يا سمراء، أحسبك كذلك والله حسيبك. أسأل ربي أن تكوني فوق ما نظن بك، وجميع الإخوة والأخوات أن يكونوا على صفاء ونقاء في القلب. الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم، أنتم صفوة المجتمع، لذلك النظر يعني ينصب عليكم من صبابا، فالله المستعان. إخوتي القرام، العدة أو العدة، يعني العدة لغة مأخوذة من العد والحساب، وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأفراد أو الأشهر غالبا. والعدة اصطلاحا هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة الرحم، يعني ليست حاملا.
أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية أو وجوبها على المرأة. وأصل العدة في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الكتاب في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أما في السنة فحديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. وفي مسلم قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. وفي النسائي أن النبي قال لفريعة بنت مالك بن سنان، وكانت متوفى عنها زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن نرجو أن يكون هذا أهل المجلس من الصفوة، أمام الصفوة في هذا يفهموا على أنه حصر وقصر والأمة فيها من الأنقياء الأخفياء الأنبياء، من حقهم أن نفسه في جوار نعلي. يعني أنا ما تكلمت على إلا على ما رأيت، وقلت صفوة المجتمع قد يقال كما تقولين من صفة المجتمع على الأدق، يعني ليس الأمر أنني أطرح البقية. من يفهم ذلك مني؟ لا يمكن أن يفهم مني ذلك إلا يعني من لا يعرفني أو خبثت له الطوية. أما أنت فسبحان الله، يعني من أرقى الناس وأنقى الناس وأرفع الناس. هذا الذي أعرفه عنكم أهل تونس جميعا، فيهم الصدق والبر والعلم والسعي إليه. قلت عندما يصدقون يسمون إلى السماء، ومع ذلك يعني أعدل القول: أنتم من صفوة المجتمع، وهذا حق لا مرية فيه عندي. وإحنا الآن لما قلنا ما في تعليقات، والحمد لله المشرفون أسعدوني جدا عندما وضعوا نقاطا كاملة، أسعدوني جدا. وهذا أول اجتهاد، استغفر الله حتى لا أكون أبخس الحقوق، يعني من أمتع الاجتهادات التي أسعدتني جدا، أسعدهم الله جل في علاه، حيث أن والإخوة الحمد لله يلتزمون، وهذا أفضل ما يكون. وفي مسلم أيضا أن النبي قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. وحديث الباب فرايع بنت مالك قال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وأجمعت الأمة على مشروعية العدد ووجوب ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، لعموم قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه للمرأة الحائل. أما المرأة الحامل فيكتنفها آيتان: الآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، للعموم، فهي تنزل تحت العموم تندرج. وأيضا جاءتها آية خاصة قال فيها الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحقيقة الأمر أنه لا تعارض بين يعني الخاص والعام، يقدم الخاص على العام. وأكد ذلك حديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، وفيه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد حللت فانكحي ما شئت. وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها، صغيرة أو كبيرة، يعني صغيرة لم تبلغ أو كبيرة. شوف الفقهاء، لسان الفقهاء جميعا يأتون بذلك. وحديث فرايعة حديث مهم، وحديث الباب لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بها، فلما جاءت قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. الشعب نعم، والإبانة سنرى له مكانا ومجالا بإذن الله، أبشر يا سمراء. وقد اختلف أهل العلم أين تسكن التي توفي عنها زوجها، أهي بمشيئتها مختارة، أم هي يعني مجبرة على بيت زوجها الذي جاء فيه الخبر.
لأنه قال لفرايعة اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، والبيت ما كان ملكا لزوجها. واختلف أهل العلم في ذلك، فقال الطائفة عليها أن تبيت في منزلها حتى تنقضي عدتها. فإن عمر بن الخطاب رد نساء متوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة حاجات ومعتمرات، فردهن مع أنهن أحرمن، فردهن إلى بيتهن. وهذا يؤكد أن العدة تكون في البيت ولا تخرج، وليس لها أن تخرج 14 و10. أمين أمين أمين. وجعل عثمان بن عفان أنه رد ابن له توفي عنها زوجها أن ترجع إلى بيت زوجها، قال امكثي في البيت. وأن ابن مسعود أمر نسوة توفي عنهن أزواجهن إذا كان الليل أن ترجع كل امرأة إلى بيتها، المهم الليل ترجع إلى بيتها. لذلك سئلت أمس عن امرأة مات أخو زوجها، والمسألة فيها البر والرحم، سفر من الإسكندرية إلى القاهرة وهي معتدة بموت زوجها، فقلت تذهب لكن لا تبيت إلا في بيتها، يعني طالما المسألة فيها صلة رحم تذهب لكن لا تبيت إلا في بيتها. وكان ابن عمر يقول لا تخرج المتوفى عنها زوجها من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. آمين رضي الله عنكم. وروي عن أم سلمة أنها قالت لامرأة توفي عنها زوجها كوني أحد طرفي الليل في بيتك. وكان مالك بن أنس يقول في المتوفى عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما يهدي الناس وتنقلب إلى بيتها. وهذا القول كما قلنا قول جماهير المحدثين والفقهاء، هو قول ليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي وأحمد، أكثر الليل تكون في بيتها. أبو حنيفة قال لا تخرج ليلا ولا نهارا، يعني تبقى في بيتها، هذا أحوط. لكن قد وردت الآثار كثيرة على جواز الخروج، وعلى أن النبي لم يعقب على الخروج، لكنه شدد على أن يكون الأمر في البيت، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. والخلاف ورد، قال الطائفة المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، وهذا قول الحسن البصري حيث شاءت. وجاء هذا القول روي عن علي بن أبي طالب وعلي بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة، وبه قال عطاء وجابر بن زيد والحسن البصري، واحتجوا بخبر عن جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت فقال بلى فجدي نخلك فلعلك تصدقي وتفعلي معروفا. لكن هذا لا دلالة فيه، تخرج نهارا تفعل ذلك أو في البيت تكون وفي الليل تكون في بيتها. استغفر الله. نعم تنزع الذهب يا سمراء، أنا عارف أن هذا تخرج عليه العيون، لكن تنزع كل الزينة، كل الزينة لابد أن تنزعها. قد قال ابن المنذر نخل الأنصار كما ذكر الشافعي وليس في الحديث أنه أذن لها أن تبيت عن بيتها، ولا أنها باتت وليس يكره المعتد الخروج بالنهار في حوائجها. فغاية الأمر أن لها أن تخرج يعني بالنهار، لكنها لابد أن تبيت في بيتها، وهذا القول هو الراجح الصحيح، لابد للزوجة أن تبقى في بيتها، لابد الذي جاءها فيها خبر زوجها، هذا الأصل. ولذلك قال لا فلعلك تصدق وتفعلي معروفا، يعني ما يحضرها من المساكين، وهذا القول هو الأصح والأسد. وأما الحج والعمرة فوجدنا أن عمر الخطاب ردهن عن الحج والعمرة، لابد من استيفاء العدة لها. وبهذا نكون بفضل من ربنا ونعمة ختم الله لنا الكتاب اللعان، وكتاب البيوع منتهي، أرجو أن يرسل إلي الكتاب الذي سنبدأ به بعد ذلك، لكن أرجو أن يرووا قبل أن يرسلوا ويبحثوا بحثا شديدا، لأني يتهيأ إلي أن الترمذي قد انتهى إلا الصلاة فقط. الحمد لله. الفوائد المستنبطة: حق الزوج على الزوجة عظيم، الحكم لا ينضبط إلا بعد الإلمام بكل الروايات، الأعلم أحكم. نعم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.